الأحوال الجوية مع الزميلة ميشيل حداد. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. بونسوار. استفيدوا منيح من نهارنا الصافي بكرة قبل ما تتغير الأجواء ابتداء من نهار الاثنين بعد الظهر، ويتحول طقسنا إلى ممطر وعاصف مع أجواء باردة بتكفي معنا لبقية أيام الأسبوع. اتجاه رياح شمالي غربي بيتحول بالليل إلى شرقي. الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 28 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 15 و23، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 19 و23 درجة. الرطوبة بتنخفض على الساحل، الهواء خفيف، البحر هادي، والجو صافي إلى غائم جزئيا. لمحة سريعة عن طقسنا باليوم اللي جاي. بكرة الأحد مثل ما قلنا الجو صافي إلى غائم جزئيا، الحرارة بتسجل أقصاها 26 درجة. نهار التنين بتبلش الأمطار والحرارة بتسجل 25، ومثل ما عم تشوفوا 3 و4 الجو ممطر والحرارة بتنخفض نهار الأربعاء ل 19 درجة. وبنظرة سريعة على كمية المتساقطات لليوم ببيروت وطرابلس، الأرز وزحلة، ومقارنة بالكمية نفسها السنة الماضية وبالمعدل العام، منلاحظ أنه كمية الأمطار يلي نزلت لهلأ تخطت المعدل العام، رغم أنها كانت أقل من السنة الماضية بهيدي المناطق باستثناء بيروت. تابعوا نشراتنا الثلاثة يوميا خلال نشرات أخبار الام تي في لتعرفوا كل أخبار الطقس، وأنا بلاقيكم بكرة. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعوا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، ام تي في لبنان على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.